السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية جلاش بالكريم كراميل بدون فرد ولا توريق ولا اي حاجة خالص، بطريقة سهلة جدا جدا. تقدري كمان تعمليها ببواقي الجلاش اللي عندك في التلاجة او الجلاش المتكسر عندك، تقدري تستعمليه في الوصفة اللي انا بقولك عليها دي، هتعجبك جدا ان شاء الله وهتعتمديها في رمضان وهتكون وصفة سهلة جدا. انا هنا معايا لفه من الجلاش، تقدري طبعا تستعملي زي ما قلت لك بواقي الجلاش اللي عندك. ساعات بيفضل عندنا شويه من الجلاش بنشيله طبعا مش بنرميه، وبناخده نعمل بيه الوصفه اللي انتوا هتشوفوها معايا النهارده ان شاء الله. انا بقطعها كده زي ما انتوا شايفين بطريقه عشوائيه، وهحطها هرصها طبعا في الصينيه زي ما هي كده بالظبط كده، بس هفردها طبعا عشان كلها تبقى زي بعض. وللاسف في جزء اللي انا بحط فيه السمنه كان معايا حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع سمنه، حطيت عليها طبعا مسيحها. وهنا معايا الكوبايتين من اللبن او الحليب وكيس كريم كراميل ومعلقه 3 معالق من السكر وفانيليا. طبعا هرفعهم على النار على بال طبعا الصينيه بتاعتي ما تكون استوت. وهنا زي ما انتوا شايفين انا دخلتها على درجة حرارة 180 وطلعت معايا بعد نص ساعة. بحط عليها الخليط اللي قلت لكم عليه، خليط الكراميل، طبعا يكون الخليط ساخن وهي باردة علشان طبعا ما تبقاش معانا عاملة زي العجين بالظبط. طبعا الكمية دي مش كتير، هي دلوقتي هتشربها كلها ومش هيفضل منها اي حاجة خالص. انا طبعا زوقتها بجوز الهند، والزواق بيبقى حسب الرغبة، تقدري تحطي سوداني مكسرات او تسيبيها زي ما هي وتقدميها طبعا باردة. عايزة تحطيها في التلاجة ساعتين وتقدميها مفيش مشكلة، بس هي بتتاكل في الحالتين، ممكن دافية وممكن طبعا ساقعة. طعمها حلو جدا جدا، اتمنى طبعا ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش طبعا اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.